أجواء من الفرجة صنعها شباب وعائلات عبر هذه الحافلة المكشوفة. الفرصة كانت مواتية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك للخروج في نزهة عبر شوارع العاصمة. في هذه النقطة بمنتزه الصابلات وصلت حافلة إيتوزا لينزل منها فوج من الركاب ويصعد آخرون، لحظات وانطلقت من جديد لتوفر أجواء الفرجة هذه. كثيرون ممن تحدثنا معهم في الجولة عبروا عن استمتاعهم، خاصة وأن بعضهم جاء من ولايات أخرى لتغيير الأجواء في مناسبة العيد. خيرنا رحلة هذه باش أولادي دراري يحوزوا ويفرحوا شوية في العيد، فرحناهم. الله يبارك تحويسه، الله يبارك، بارك الله فيهم اللي راهم يقوموا على التنظيم تاعها. نشكر يما إيتوزا دارت لنا رحلة هايلة في العيد، ورانا فرحانين كامل في هذه الرحلة، وصحة عيدكم كامل. حوسوا شوفوا صابيات، شوفوا بلادنا. منين جيت؟ منين؟ متيارت. حافلتان تجوبان أهم شوارع العاصمة وفرتهما مؤسسة إيتوزا للمواطنين الراغبين في قضاء لحظات من الاستمتاع وأخذ صور للمناظر الخلابة للجزائر العاصمة. خصصت مؤسسة إيتوزا حافلتين مكشوفتين للتنزه، محطة الانطلاق بمتنزه الصابلات ومتنزه حديقة التجارب العامة جاردن دي سي عبر مقام الشهيد واتجاه لا غران بوست تحت الشهداء، مرورا بالجامع الكبير الجزائر طيلة فترة العيد البرومي جور والدوزيام جور. البارح كان إقبال كبير واليوم أكثر. أجواء استثنائية صنعتها الحافلة المكشوفة، جولة خفيفة أسعدت كثيرا العائلات وجعلتهم يقضون لحظات من الابتهاج في مناسبة العيد، خصوصا الأطفال والشباب.